مشكورا أشرت إلى أهمية القطاع ده كأحد القطاعات اللي ممكن تنهض بالاقتصاد بشكل عام. وحضرتك مشكورا أشرت لأنه ضرورة الاهتمام بفكرة يعني تطوير هذه الصناعات الحرفية واليدوية وتدريبها وما شابه. لكن إلى أي مدى بعد التطوير عشان الصورة تكون أكثر وضوحا للناس، هذه الصناعات هتدعم الاقتصاد في هتكون قطرة تنمية إزاي بأي شكل من الأشكال؟ هل من الممكن أن يقام عليها صناعات أكبر أو أكثر؟ هل من ممكن أن احنا نستغلها بعد تطويرها أنها تستوعب أيدي عاملة أكثر مما هي تستوعبه الآن؟ لا بالتأكيد أستاذ أحمد، لأن احنا عندنا حوالي 7 مليون عامل أو صاحب حرفة يدوية في المجال ده، وأعتقد أنه رقم كبير. بالتأكيد محاور دعم الاقتصاد من خلال الصناعات الحرفية متعددة ومتنوعة، بداية من خلق مزيد من فرص العمل، وصولا لأنه بنطلع منتج بدل ما بيتم استيراده. لكن الأكثر أهمية، احنا عندنا مشكلة في الميزان التجاري، والصناعات الحرفية هي في حد ذاتها ما يقدروش على ده، ومشكورين الحقيقة الغرف ما يقدروش بيساعدوا. ما يقدروش على ايه؟ على انهم يسوقوا داخليا، فما بالك بالتصدير خارجي. والخدمات اللي بتقدم اليوم من خلال الغرف مشكورة الحقيقة، مهمة، لكن برضو مش هي دي اللي هتدخل هذه الصناعة في اطار ان احنا نكون بنتمتع بنستفيد بما نتمتع به. وبالتالي احنا محتاجين نشتغل بقى بمزيد من العلم. طب يعني هنا معلش انا اقطعك بس عشان يبقى الكلام واضح برضو مع حضرتك. اللي فهمته من الاستاذ احمد ان هم في اتفاق او تعاون مع شركه بتسوق لهم على الانترنت، ناهيك عن التسويق التقليدي، فكره اقامه معارض وما شابه، ده مش كفايه لمساله التسويق؟ لا بالتاكيد مش كفايه. يعني هو مع هذه المجهودات ما زال صحيح، المجهودات دي كما فهمت منذ فتره ليست بعيده، لكن لم تفتح شرايين هذه الصناعه وافقها للعالم. احنا عندنا مزايا، محتاجين انه العالم كله يعرف ان احنا عندنا هذه المزايا. مساله ان احنا نعتمد في تسويقنا على المصري او ننتظر السائح لحد لما يجي ويشوف ان احنا بنعمل ده فيبتدي يتعرف عليه يشوفه ياخده. احنا محتاجين، احنا عندنا سلع لا مثيل لها في العالم، ومحتاجين انها توصل للعالم. يعني بدل ما انا باخد الاسعار بتاعتي بطلعها بره وبتحمل مزيد من المخاطر، ولو الاسعار طلعت بره صحيح مش هيجيلي. لا، انا محتاج اللي انا ممكن اطلعه وابيعه بره، والسائح لما يشوف ده يبقى عارف انه في زيه وغيره كتير موجود عندي. ده الحقيقة من يعمل في الصناعات الحرفية مش هيقدر يعمله. وبالتالي فكرة ان انا عندي شركة بتساعدني في مجال التسويق الالكتروني او التسويق عبر الانترنت مش كفاية. انا محتاج بداية، وده يمكن انا اتحدثت فيه مع عدد كبير من المستوردين اللي كانوا عاملين لنا الحقيقة مشكلة كبيرة خلال سنوات طويلة، انه هم بيشتغلوا العملية التجارية ليها فردتين شراء وبيع، هم بيشتغلوا فردة واحدة بيستورد بس. فكان الحديث انه زي ما انتم بتستوردوا ولكم علاقات جيده بالعالم كله، طب ما هو بدل ما انت عمال ضاغط على النادي الاجنبي بتاعي، طب ما تاخد بقى منتجات من عندي انت اشتريها وانت صدرها بنفسك للي بتستورد منه. يعني انت بتستورد من الصين بعشرات او بعده مليارات، يعني خلينا بنتكلم 10 12 مليار دولار استيراد من الصين. بدل ما انا بطلع كل الكاشات دي بعضها، طب ما تبتدي انت اعمل لك شركتين ثلاثه اربعه ينزلوا هم يشتروا المنتجات دي ويدفعوا المقابل بتاعها كاشات بالجنيه المصري، خد انت المنتج ده صدره وانت اوريدي السوق الخارجي منفتح امامك. بس هو الاول يعرف ايه السوق اللي هو محتاج المواد والمنتجات دي. ما هي بقى دي النقطه، انه احنا بنتكلم مش بس الربط فيما بين الغرف الصناعيه، لكمان الى اي مدى في تناغم ومشاركة فيما بين الغرف الصناعية والغرف التجارية. يعني احنا عادة بنشتغل الصانع صانع والتاجر تاجر، لا ما هو ما بقاش العالم يتحرك كده. فاحنا محتاجين انه مزيد من التواصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني، صحيح احنا محتاجين تواصل من جانب الحكومة، لكن كمان فيما يتعلق من مؤسسات المجتمع المدني نفسها، جامعات رجال الأعمال، جامعات الصداقة، غرف تجارية، غرف صناعية، محتاجين انه نقطة البداية كل واحد يبقى عارف الآخر بيعمل بس ايه. بس الأمور دي مش هتكون